واقع الأدوية عندكم دكتور قديش صار صعب؟ يعني بالإضافة إلى واقع المستلزمات. أكيد في عنا أنتيبيوتكس، في أدوية بالمستشفى عم تنقطع منها، وعم نشتغل على ليستات إنه contingency plans، إنه إذا انقطع هذا الدواء شو البديل لإله. لحديت هلأ بعدنا عم نقدر نلاقي بديل لأكترية الأشياء. إذا رحنا يعني معقول نروح على السيناريو اللي بيقول إنه ممكن ناس يفقدوا حياتهم أو يموتوا لأنه ما في دواء موجود لإلهم؟ لأنه ما في دواء، لأن ما في مختص، لأن ما في مستوى الطب. أكيد نحن مقابل إنه انهيار. بس منوصل لهذا السيناريو؟ وصلنا. إذا بقينا هيك وصلنا لهذا السيناريو. بس وصلنا أوريدي، يعني في إشياء ما موجودة، معدات ما موجودة. بس بعد ما شفنا ناس عم بتموت لأنه ما لقيت دواء، يعني بعده رح نوصل له. إذا بقينا هيك بعد قد ايه وصلنا؟ بجانوري فبراير مش مزبوط، يعني في بجانوري فبراير في ناس ما قدروا حصلوا على الريمديسيفير والكورتيزون يلي بحاجة له والهوم أكسجين كونسنتريتور، شفناها. الريمديسيفير يوصل على لبنان ما يضاين 48 ساعة ينقطع، نروح نجيبه من السوق السوداء على الموتوسيكلات، نروح نجيبه يدفع المريض حقه 6 مليون الدوز، يوصل ل 30 مليون. بس شو بيقول المريض؟ انه هي المستشفى عم تسرقني. بس المستشفى ما عندها ما عم تقدر تأمنه الا من السوق السوداء. يعني بس وقت انقطعوا هون مات بعض عم نحكي يعني المرضى يلي كانوا عم بيكونوا أكيد بحاجة في مرضى ماتوا. انا عندي مرضى ماتوا من وراء نقص الأدوية ونقص الأكسجين.